فيديو اليوم عن الجنس اللطيف. 5 نساء من العالم العربي تمكنوا من دخول عالم السياسة، وتمكنوا من أنهم يكون عندهم دور كبير في صناعة القرار، وفي بعض الأحيان في تحديد ورسم مستقبل دول. هذا اللي باش نعرفوه في الفيديو اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة لدعمنا وشكرا. الشخصية الأولى في فيديو اليوم هي حصة ستيري، الزوجة المحبوبة للملك عبد العزيز آل سعود، المؤسس للمملكة العربية السعودية. مستغلة ذكائها وحب الملك إليها، تمكنت من إقناع الملك المؤسس بتولية أبنائها في أعلى المراتب في المملكة العربية السعودية. 3 من أبنائها السبع صاروا ملوك، والأربعة الآخرين تمكنوا من الوصول إلى أعلى المراتب في الدولة السعودية. هي الأم البيولوجية للملك سلمان الملك الحالي للسعودية، وجدة محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. الشخصية الثانية في فيديو اليوم هي ليلى بن علي، زوجة الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي. بعد ما جابت له الابن المنتظر محمد، ازداد نفوذ ليلى بن علي حتى على الرئيس في حد ذاته، فكانت تعزل وتولي الوزراء، وتمكنت من ايصال عائلتها وتحويلهم الى اقطاب صناعية واقطاب اقتصادية والى مليارديرات. تراخي بن علي في لجم عائلة ليلى خلى الشعب التونسي يزيد الغضب متاعه، وكانت الغضب هذا من أهم أسباب اندلاع ثورة 14 جانفي 2011. الشخصية الثالثة في فيديو اليوم هي الجميلة والحسناء ملكة الأردن الملكة رانيا، مستغلة الخلفية متاعها في شغلها في العلاقات العامة في كبرى الشركات الأمريكية، وبعد التقائها مع الملك الحالي للأردن وقصة حب من النظرة الأولى اتزوجت به. لكن الملكة هذية ما قعدش التأثير متاعها منحصر كزوجة، بل انها تنشط في الفضاء الافتراضي، وتنشط في التسويق لخطاب زوجها وفي التسويق لصورة زوجها، خصوصا وانها تحذق اللغة الانجليزية، كما انها تمكنت من ضمان كرسي السلطة وولاية العهد إلى ابنها، حيث قام الملك بعزل أخوه وشقيقه الأمير حمزة وتولية ابنه. الشيء هذا هو من أهم الأسباب اللي خلت الأمير حمزة اللي مؤخرا اتهم أنه يقوم بمحاولة انقلابية ضد أخوه، السبب عزله من ولاية العهد هو اللي ولد الكره والبغضاء داخل قلب الأمير حمزة، وخليه بدأ يقوم بتحركات مع المعارضة العراقية وبعض الأحزاب في الداخل وبعض المتأمرين من خارج لمحاولته إلى قلب الحكم على الملك الحالي للمملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله. الشخصية الرابعة في فيديو اليوم هي وسيلة بورقيبة، زوجة الزعيم السابق الحبيب بورقيبة رئيس تونس. وسيلة بورقيبة كان عندها دور كبير في الحياة السياسية في تونس، فكانت تعين وزراء وتعزل وزراء، وكانت هي السبب في الإطاحة بالوزير أحمد بن صالح، كما حالت دون تسمية محمد صيح وزيرا أول أو رئيس للحكومة سنة 1980، وهي كانت وراء تسمية محمد مزالي لهذا المنصب. وكان عندها دور كبير في السياسة الخارجية التونسية، حيث أنها وقفت ضد الوحدة مع ليبيا، كما أنها دعمت القضية الفلسطينية. لكن استغلال ثقة الزعيم فيها خليها تخلي عائلتها تستثرى من وراء النفوذ هذايا. الشيء هذا اللي خلى الزعيم الحبيب بورقيبة يطلق سنة 1986 ويسحب لقب المجيدة منها. الشخصية الأخيرة في فيديو اليوم هي جيهان السادات، الابنة المدللة للرئيس الأسبق أنور السادات. يقال من كثير من المصادر الإعلامية المقربة من القيادة السياسية في ذلك الوقت أن أنور السادات كان يستشير ابنته جيهان في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بشؤون الدولة المصرية، كما يحكى أيضا أنها كانت هي السبب في العفو عن المجموعة التي قامت باغتيال رئيس الوزراء الأسبق وصف التل في القاهرة عقب مؤتمر الوزراء العرب. إذا عجبكم الفيديو اليوم ما ننسوش الاشتراك في القناة لدعمنا وشكرا. We'll be right back.